بسم الله الرحمن الرحيم. مطار كويرس المحاصر من قبل عناصر الجيش الحر. الله أكبر، لا عزة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ عملية تحرير ناحية كويرس وشرطة الطرق الملاصقة من مطار كويرس، وبإذن الله تعالى سوف نحرر كل من في حول المطار. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن على مشارف مطار كويرس العسكري، وبإذن الله تعالى سنمطرهم بالصواريخ. والله أكبر والعزة لله.